السلام عليكم متابعين قناة كوريا لاند. للي ما بيعرفني معاكم محمد العايد، وفي هذا الفيديو راح يكون من نوع جديد على القناة. هذا الفيديو راح يكون عبارة عن فضفضة لانطباعي عن أول 6 حلقات من مسلسل سايكو بات إت إز أوكي. وعلى الرغم إني كنت متردد أعمل هذا الفيديو والدراما لساتها مستمرة، بس كان لازم أفضفض عن أفكاري على هاي الدراما لأي حدا، ولهيك قررت أعمل هذا الفيديو. الفيديو راح يكون عبارة عن قنبلة حرق وسبويلرز، فإذا ما كنت حاضر الدراما لحد حلقة 6 وقف الفيديو، احضر الحلقات وارجع كمل الفيديو. طبعا هذا إذا كنت حابب تسمعني. المسلسل من بطولة كيم سو هيون، وهو أول عمل إله من خروجه من الجيش. فعليا ما كنت من محبين تمثيله قبل هاي الدراما. سوني جي شفت لها أكثر من دراما في السابق، بس كمان ما كانت تترك انطباع قوي يخليني أدور على دراماتها الثانية. المهم، هاي كانت أفكاري السابقة عن طاقم العمل، واللي تغيرت بشكل كبير بعد 6 حلقات من الدراما لساتها مستمرة. يعني رأيي فيهم تغير بعد أقل من نصف الدراما. المسلسل بتناول قصة كاتبة قصص أطفال مريضة نفسيا، خالية من المشاعر بنزعة قوية من حب التملك. في البداية كان الشكل العام للشخصية مبني كوبي بيست لشخصية آيو جانغ مويول من الدراما هوتيل ديلونا، لكن الكاتب ابتداء من الحلقة الثانية قدر يبعد عنها ويصنع هوية مستقلة اسمها كومو يونغ، شخصية عاشت بعزلة من طفولتها، إنسانة كبرت وكل من حريتها وطفولتها مقيدة من أمها السايكو. طفلة كانت تحلم كل يوم في حدا يقدر يساعدها ويطلعها من البؤس اللي كانت عايشة فيه. إذا فكرنا في كل إشي مرت فيه مو يونغ، نقدر نربط على السريع شخصها الحالي كناتج حاصل من كل إشي مر فيه شخصها في الماضي. نون 몰라. 네가 지금 무슨 감정으로 이렇게 날뛰는 건지 너도 모른다고. 속은 텅 비었고 그냥 소리만 요란해. 깡통처럼. من جهة أخرى، كانغ تاي مقدم رعاية في مستشفى نفسي بيعتني في أخوه المصاب بالتوحد. إنسان كبر على الهموم والمسؤوليات، إنسان في صراع دائم ما بين مسؤولياته ورغباته في أنه يعيش مثل أي واحد عادي. كان تاي كبر وهو بسمع أنه سبب ولادته بس ليعتني بأخوه الكبير. كبر وهو متعطش لربع الاهتمام اللي أمه أعطته لأخوه، بس هذا ما خلاه يترك أخوه بعد موت أمه. بالعكس، المسلسل بيّن أنه واحدة من أجمل علاقات الأخوة في الدراما الكورية. كان تاي كان أكبر همه أنه أخوه ما يحس بألم ووحدته، كان أكبر همه أنه يبين أنه سعيد في حياته عشان أخوه يكون مبسوط. وفي واحدة من الحلقات الخامسة أو السادسة، مش ذاك بالضبط، بتكون في إشارة أنه أغراض أخوه الكبير من ملابس وكتب وغيرها بتكون من أغلى إشي، بينما ملابسه بتكون من الأشياء الرخيصة، دلالة على حبه لإله وتفضيله لإله على نفسه. مع استمرار الحلقات بتوضح إن كل من البطلين كبروا مع جروح في قلوبهم. كبروا هما متعطشين الحب من أهاليهم، كبروا هما واضعين خط ما بينهم وبين مشاعرهم، وهم لابسين قناع قدام الناس الثانيين. في حالة كانغ تاي كان لابس قناع إنه مبسوط ومرتاح في حياته قدام أخوه. في حالة مون يونغ كانت لابسة قناع اللامبالاة والبرود في تعاملها مع الناس الثانيين. وكعادة الدرامات الكورية، لازم الأبطال يعرفوا بعض من هم صغار. وعلى الرغم من أنه هذا السيروتايب كثير مكرر وممل، إلا أنه أعطانا فلاشات مليانة تفسيرات في الماضي ومهمة للأحداث الحالية.
شفنا كيف مون يونغ أنقذت كان تاي من الغرق وكيف صاروا مقربين من بعض لحد من النفسية المريضة لمون يونغ طلعت قدام كان تاي وخلته يهرب منها ويتركها لحالها ويتخلى عنها في عالمها المعزول. وهذا الإشي انعكس على كتاباتها وقصصها زي ما شفنا بحلقات الأولى. إنتاج العمل من TVN، فمش محتاج أمدح في السينماتوغرافي. الإشي اللي لاحظته في ستايل الملابس كأنه مبني على العصور الوسطى، وعناوين بعض الحلقات كانت عبارة عن قصص كلاسيكية معروفة مثل روبنزل، سر اللحية الزرقاء وغيرها من العناوين، وهذا أعطى جو خيالي للدراما. خلاني أشيك أكثر من مرة إذا هاي الدراما فيها فانتازيا ولا لا. من أكثر الأشياء اللي عجبتني هي القصص اللي تنذكر في الحلقات، مثلا طفل الزومبي، قصة طفل الزومبي اللي كان كاتبيتها مون يونغ، والأنيميشن المعمول لوصف القصص. هذا غير عن الخلاصة النهائية لكل قصة وكيف تنعكس على ماضي مون يونغ. الإشي الوحيد اللي مش قادر يدخل لمخي لحد هسه إنه هاي هي عبارة عن قصة أطفال، يعني كيف القصة السوداوية هاي قصة أطفال لحد الحين مش فاهمها. نحن 나쁜 기억은 모두 지워졌는데 왜 왜 난 행복해지지 못한 거죠? 그러자 마녀는 약속대로 그의 영혼을 거두며 이렇게 말했어요. 아프고 고통스러웠던 기억, 처절하게 후회했던 기억, 남을 상처주고 또 상처받았던 기억, 버림받고 돌아섰던 기억, 그런 기억들을 가슴 한구석에 품고 살아가는 자만이 더 강해지고 뜨거워지고 더 유연해질 수가 있지. 행복은 바로 그런 자만이 쟁취하는 거야. بعيدا عن قصة البطلين الرئيسية، شفنا قصة ثانوية جمالها ما بقل عن القصة الرئيسية في الحلقة الثالثة. مش راح أخوض بالتفاصيل، بس التمثيل والعبرة والقصة كانت كثير مؤثرة. شفنا رسالة خفية من الكاتب إنه الأمراض النفسية في المجتمع بتكون أغلبها بسببنا كعيلة، كأمهات، كآباء، وإن الاختلاف مش بالضرورة يكون إشي سيء لازم نخفيه ونعامله كعيب، لأنه إحنا هيك بنكون عم نحط الكاز على النار وعم نقوم بخلق مرضى نفسيين في المجتمع. نادو 같은 자식인데 하도 투명인간 취급하길래 그냥 그냥 나 좀 봐달라고. 제발 나도 좀 봐달라고. 그 미쳐 날뛰다가요. 그러다가 진짜로 미쳐버렸습니다, 여러분. أشياء أخيرة نستنى إحنا توضيحها في الحلقات الجاية. اللي هي أول إشي جريمة قتل أم كان تاي اللي انذكرت بس بدون أي توضيحات عن المجرم، حلم الفراشات اللي بيظل يصيب أخوه وعلاقته مع موت الأم، وكمان ماضي مون يونغ اللي عندي إحساس إنه راح يكون كئيب بشكل كبير. آخر إشي نستنى توضيحه في الحلقات الجاي هو ماضي غوري ومون يونغ وسبب الكره الشديد بينهم. في نهاية الفيديو في بلاي ليست لكل مراجعاتي للأفلام والمسلسلات، فشيكوا عليهم ومتأكد إنها أعمال بتعجبكم. إذا ما كنت مشترك اشترك بالقناة هسا واضغط الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولا تنسوا تكتبوا لي رأيكم بالست حلقات اللي نازلة وتوقعاتكم للأحداث الجاي. إن شاء الله نشوفكم بالفيديو القادم.